انا دلوقتي سريعا المفروض هعمل ايه؟ اول حاجه لازم تفهم ان انت عقليتك عقليه فريلانسر، مش شغال في شركه، فانت لازم تكون مسؤول عن شغلك وعن لو في تيم معاك وعن وقتك وعن مجهودك، واعرف ان انت هتحط زي ما الراجل ده كده في الصوره كده، انت هتحط فلود، فطبيعي اتعامل معاه بشكل طبيعي جدا وابتدي افهم ده. لازم تفهم ان انت لازم تابديت في نفسك كفريلانسر عشان تبقى بروفيشنال، لازم تابديت في نفسك على المستوى العلمي، على مستوى التولز، على مستوى البروفيشنال سكيلز بتاعتك، على المستوى الفكري، على مستوى العلاقات. لازم ان انت تشتغل على ابديت نفسك. بعد كده لازم تشتغل بقى بشكل عملي على السكيلز، ايه السكيلز اللي انت هتقدر تديها للناس؟ انا كسكيلز بتاعتي في ايه بالظبط؟ ايه اللي انا هقدر اضيفه للناس وطريقه التعامل بتاعي وطريقه الكونكشنز والكلام ده كله. بعد كده ابتدي ابني البلاتفورم او قنوات التواصل ما بيني وما بين الكلاينتس نفسهم، هل انا هتواصل معاهم عن طريق البيزنس ويب سايت، ولا هعمل بورتفوليو، ولا هشتغل سوشيال ميديا، ولا هشتغل كل دول مع بعض، ولا هشتغل لينكد ان، ولا ايه بالظبط؟ بعد كده بتبتدي تبني البورتفوليو بتاعك بالداتا كلها، الداتا بتاعتك، وتكولكت كل البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها، وتبتدي ان انت تحط كل ده في بيرسونال براند. انا كشخص بعرف اعمل 1 2 3 4، وبالنسبه لي دي البروجكتس اللي اشتغلتها قبل كده، ودي الريزلتس اللي انا طلعتها قبل كده. لازم يكون معاك كونكشنز، تبتدي تشوف مين الناس اللي انت المفروض تعمل معاها كونكشنز. انا والله بتاع كونتنت او بتاع ميديا باين، فانا لازم اشتغل مع اي سي او، لازم يكون اعرف حد بتاع ويب ديزاين، لازم اعرف حد بتاع ووردبريس مثلا سيت اب، لازم اعرف حد بتاع ايميل ماركتنج، اعرف حد شغال افلييت، اعرف حد شغال برينتنج، اعرف حد شغال في الدروب شيبنج، اعرف حد في الاسواق الخارجيه. لازم تبقى عارف الكونكشنز بتاعتك كلها ماشيه ازاي، اعرف حد اتش ار، لازم تكون فاهم بالظبط. تمام، لازم بعد كده تشوز السبيشاليتي بتاعتي. انا دلوقتي تخصصي كونتنت، خلاص هكونكت بقى الكونتنت في النكست ستيب بايه عشان اقدر اكون متخصص في حاجه معينه وابتدي ابني نفسي بيها. بعد كده لازم تبني البروبوزل بتاعتك، هتعرض شغلك على الكلاينت ده ازاي، انا هعمل لك 1 2 3 4 في يوم كذا وكذا وكذا وكذا، والمفروض الديدلاينز بتاعتها كذا، وهنوصل للريزلت دي سوا. تمام، يبقى هو عارف هيدفع ايه، وفي نفس الوقت هياخد ايه، امتى وفين وازاي. تمام، وده حاجه من الحاجات اللي بتريح الكلاينت نفسها، هو فاهم دنيته ماشيه ازاي، ما يبقاش حاسس. لو الكلاينت حاسس ان هو بيدفع فلوس مش عارف هو بيدفعها ليه، صدقني انت مش هتكسبه. تمام، بعد كده سيت البرايس بتاعتك، سواء بالبروجكت، سواء بالتايمنج، سواء بالهورس نفسها، او بالشهر، او بالجوب، او بالتوبيك نفسه، او بالقطعه زي ما بنقول، على حسب انت بتقدر تسيت اب ده ازاي. تمام، وطبعا مش لازم تشتغل بهاي برايس في الاول، يعني ممكن تكون كواليتي كويسه بس البرايس بتاعتك في المعقول. تمام، طيب ايه تاني المفروض بتعمله؟ بعد كده بتبتدي تبني البيمنت، خلاص انا كل دنيتي تمام، الكلاينت بقى هيدفع لي ازاي؟ لازم تكون باني الحاجات اللي هتدفع لك دي بشكل مظبوط، انا عارف ان انا في اكتر من باب الكلاينت يقدر يدفع لي فيه، ما نبقاش عملنا كل ده والكلاينت مش عارف يدفع لي فلوس، واضطر اشتغل لحد ما الفلوس توصل، وعبال ما نشتغل يحصل دروب، فاوريدي خلاص الراجل مش هيدفع فلوس، فاوريدي انا اشتغلت، فاوريدي انا ضيعت وقت ومجهود وفلوس. تمام، لازم تسيت اب التولز بتاعتك، انا بتاع كونتنت لازم يبقى معايا التولز بتاعت الكونتنت وقادر افهمها بشكل كويس، انا بتاع ميديا باينج نفس القصه، انا بتاع افيليت نفس القصه، انا بتاع براندنج واعلانات واوت دورز وكده، لازم ابقى انا فاهم الحي ده لما هاجي اقول له انا عايز اليافطه دي عشان احط عليها اعلان هيكلفني كام، ما يجيش مثلا اقول له انا شغال اوت دور، طب حلو جدا احنا عايزين نعمل يافطه في او مجموعه يافط مثلا عند دخله المطار، تمام، عشان الناس اللي مسافره، تمام، تقدر تستخدم الابلكيشنز بتاعتنا بره مصر، حلو جدا، طب ده هيكلفني كام؟ لا ما اعرفش، هشوف واقول لكم. في الحاله دي هيفهم ان انت حتى ما انتش فاهم انت بتعمل ايه، مش هيبتدي يتعامل معاك اصلا. تمام، بعد كده بتبتدي بقى تجمع الريسورسز بتاعتك، وتبني السيركل بتاعتك، وتشوف انا الكلاينت بتاعي هجيبه منين، الكلاينت بتاعي هجيبه منين. طيب ده كله كبروسس، انا بقى ك ك ك ك انا ك كحد بتاع فريلانسر، كفريلانسر المفروض ان انا هعمل ايه بالظبط؟ انا كفريلانسر المفروض ان انا في حاجات معينه لازم انا اخلي بالي منها. اول حاجه لازم تخلي بالك من زي ما قلت لك ان انت لازم تكون مغطي 6 شهور سيف اوف ماني علشان تبتدي تشتغل كفريلانسر لو انت هتتحول دايركت، يعني لو انا هسيب الفول تايم واشتغل دايركت فريلانسر لازم انا اكون مسيف نفسي، ما ينفعش ان انا اروح هوبا يلا انا سبت الشغل وهشتغل فريلانسر، ما ينفعش. تمام،
لازم تكون مسيف نفسك زي ما قلنا. بعد كده لازم تكون مظبط بالظبط البلايسمنت اللي انت هتدير منه الشغل ده. هل انت هتدير من البيت؟ ودي من الحاجات الصعبه جدا. لو انت هتدير شغلك كفريلانسر من البيت، انت هتبقى واكل شارب نايم كله مع بعض، بتعمل بتاكل وبتشرب وبتنام وبتشتغل وكله مع بعض، هتحس ان حياتك كلها داخله في بعضها في نفس الوقت. مش هيكون ولا هتعرف تركز في شغل ولا هتعرف تركز في حاجه، خصوصا لو انت حد مثلا متجوز، فانت مثلا هتلاقي ولادك بقى كل شويه، هتلاقي لا لو انت مثلا في بيت باباك فهتلاقي كل شويه اخواتك جايين، هتلاقي الدنيا داخله في بعضها مش هتعرف تركز. فهل انت عندك المكان اللي تقدر تشتغل منه؟ اه انا هشتغل من البيت. طب هتقدر تكنترول على ده؟ لا مش هقدر اكنترول، يبقى اشوف مكان تاني. طب انا المكان التاني ده هيكلفني كام؟ الكوست بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ لو انا هشتغل في مكان تاني، فانا الكوست بتاعتي ككورنج سبيس هصرف في الشهر، هصرف في اليوم حوالي 80 جنيه او 100 جنيه، 100 جنيه في 30 يوم. لو انا هشتغل على مدار ال 30 يوم هصرف، طب انا الانكم بقى اللي داخل لي من الفريلانسر هيغطي الكلام ده ولا لا؟ فلازم انت تسيطر المكان اللي انت هتدير منه شغلك بالظبط. لازم تكون مسيف نفسك، التولز اللي هتستخدمها كبيرسونال، معاك لابتوبك يقدر يساعدك في الكلام ده، معاك البي سي بتاعك يقدر يساعدك، معاك هتقدر تدفع الكهرباء والنور والحاجات دي. الامور بقى الاداريه دي كلها بالنسبه لك هل هي تمام ولا لا؟ طيب انا دلوقتي لو انا هشتغل، لو انا شغال في شركه والشركه دي المفروض ان هي قالت لي انت دلوقتي شغال فريلانسر، بعض الشركات بتقول لك لا لو انت هتشتغل فريلانسر ما تشتغلش معانا، لو انت هتشتغل معانا ما تشتغلش فريلانسر. طب انت هنا ليك ديسيشن، يا اما هتشتغل معاهم يا اما هتشتغل فريلانسر. دي انا يعني مش بحبذها، لا ما تشتغلش في فول تايم وانت محتاج وانت عايز تشتغل فريلانسر وتطور نفسك. انت ايه الفرق بقى ما بين هنا وهنا؟ انت كفول تايم انت محدود بعدد معين من الناس، الخمسه سته ال10 ال20 اللي معاك في الشغل بتضيفوا لبعض. كفريلانسر لا، انت مفتوح على ناس كتير جدا جدا، بتقدر كونكشنز مع ناس مختلفه، بتشوف اندستريز مختلفه. انت لو شغال في شركه في مجال العقارات فاوريدي انت ما تعرفش حاجه عن الاي كوميرس، انت كاي كوميرس انت ما انتش فاهم اي نقطه. انت لو انا جيت دلوقتي سبت الشركه بتاعت العقارات وجات لي فرصه اي كوميرس تمام في شركه اكبر واحسن وسالري احسن واقدر اكسب اكسبيرينس احسن، هقول لهم يا جماعه انا كنت شغال عقارات، لا شوف احنا محتاجين حد شغال اي كوميرس. طب انا لو دلوقتي كنت شغال اي كوميرس اصلا كفريلانسر، فانا لا اوريدي انا خدت بروجكت والتاني واشتغلت اي كوميرس في بروجكتس مختلفه. المايند سيت وطريقه التفكير بتاعتك هتختلف تماما، انت طريقه تفكيرك هتبقى مختلفه، يعني انت هتبقى فاهم اكتر من حاجه، انا فاهم اكتر من اندستري، قادر اشوف اوظف التولز اللي في الاي كوميرس مثلا للمجال الطبي، اقدر اوظف اللي في المجال الطبي للريال استيت، اقدر اوظف الكلام ده كله. هبتدي اشوف عقليات مختلفة، لو جالك بروجكتس من دول مختلفة هتقدر تفهم الدول حواليك هتبقى ماشية ازاي، غصب عنك هتضطر تفهم اقتصاد وتبقى فاهم طبيعة الدول ماشية ازاي، أنهي دولة بتتعامل مع أنهي دولة، أنهي دولة بتحول فلوس لأنهي دولة، هتبتدي تخش في حاجات أنت بالنسبة لك لازم تكون فاهمها، لازم تكون عارفها، لازم تكون فاهم الأمور دي كلها بتمشي ازاي. حاجه كمان انت لازم أن تكون مسيطر الكلام ده مع الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك لازم تبقى فاهمه انا يا جماعه شغال فريلانسر تمام، فما ما ايه ما تقعدوش بقى كل شويه انت بتعمل ايه تمام، لان ده في بعض الناس بيأثر عليها بطريقه مختلفه تمام، بيأثر عليها بان هم لا انا الناس مش شايفاني بشتغل، فانت نفسيتك هتهبط فتحس ان انت ما بتشتغلش ما بتعملش حاجه، ترجع تاني تدور على وظيفه. طب خلاص انت خليك اشتغل في الوظيفه، يعني انت الديسيشن بتاع ان انت تشتغل في وظيفه او تشتغل فريلانسر او تشتغل الاثنين مع بعض او تشتغل اكتر من حاجه مع بعض، ده قرار مهم جدا جدا لازم تفكر فيه، يعني لازم تكون انت بتفكر فيه بشكل كبير جدا جدا تمام. حاول تسيطر الرولز بتاعتك، انا هشتغل مش بشتغل واتساب، انا مش بشتغل، انا واحد من الناس مش عندي واتساب اصلا بسبب الشغل نفسه، انا مش مسيطر بالواتساب اصلا تمام، وما بستخدموش بسبب ان هو بيعمل مشاكل في الشغل وقرارات عكس بعض وكذا حوار وكذا موضوع فوق بعضه. فلا انت
انت محتاج ان انت تنسق ده بشكل كبير، محتاج ان انت تنسق ده بشكل كبير وتبقى فاهم تحديدا الناس اللي انت شغال معاهم بالظبط شغالين ازاي، او الناس دي المفروض ان هم ايه الكونكشنز اللي ما بينك وما بينهم. تمام، دي كل النقط اللي انت لازم تركز فيها والخطوات اللي لازم تمشي عليها علشان تبقى شغال بشكل كويس. حاجه كمان اخيره، لو انت هتخش في بروجكتس ليها علاقه بناس تانية فلازم واحد في الاول هو اللي يكون مسؤول عن البروجكتس دي، لازم واحد يكون، يعني مثلا لو احنا ثلاثه شغالين في بروجكت واحد، مين المسؤول عن البروجكت؟ لان احنا لو الثلاثه، احنا الثلاثه مسؤولين واحنا الثلاثه شغالين واحنا الثلاثه بنكلم الكلاينت، احنا الثلاثه مش هنعمل اي حاجه في الاخر.